عظيم إيمانك يا بشير. عايز أسألك سؤال بالإيمان الحلو ده، اتفضل يا فندم. هل لو إحنا طلبنا غفران ليهم أنت تتضايق أو حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. أنا النهاردة كنت قاعد مع أمي، بقول لها يا أمي إيه رأيك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع، هتقومي تعملي له إيه؟ قالت صراحة يعني مش كلام مزيف ولا كلام أما أقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجة، قالت لي أنا أقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. إيه الجمال ده؟ صدقني بالأمانة كلام مش أما أقوله لك أنا، ده كلام من على لسان أمي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مرة من غير تعليم، مرة 60 سنة. اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع، اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع، وقلت لي تمام يا امي اللي ذبح ولادي، جيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يدخل يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. أمين يا حبيبي أمين.